ماليزيا ساتي هنا فود نو كتاكلوا الاكل الاسيوي ولا الاكل الماليزي او روتي ولا الروتي ديالنا سو يا الله فيري ماتش او بيان سور كيعجبكم بزاف اي ثينك ذات ويل ميك ذا وورلد فيري بيسفول وثق فيا انا كنامن بان هذا التبادل والمحبه والاخوه كيخلي العالم مكان امن So when I come to Morocco, I immerse into the society here. Alors, فاش جيت هنا للمغرب اندمجت مع المجتمع. And many of you when go to the Malaysia, you also mix into the people there. وأيضا عدد منكم فاش جاوا لماليزيا كيندمجوا أيضا حتى هما مع المجتمع. So DXN like a bridge. وDXN هي بمثابة وصل. We are linking all people together. وحنايا كنربطوا جميع الثقافات وجميع الناس معا. So now, other than Malaysia, Morocco become a major production center. ودابا بغض النظر على ماليزيا المغرب حتى هو ايضا ولا وجهه ديال الانتاج بشكل كبير. Last trip when I was here, I met the investment department here. هنايا اخر مره جيت تلاقيت مع الناس اللي مكلفين هنايا بالاستثمار. In Malaysia factory we produce about 250,000 products. وتقريبا هنايا في المصانع ديال ماليزيا تقريبا كننتجوا تقريبا ما يناهز 250 نوع ديال المنتجات. How many products are we going to produce in Morocco here? تقريبا شحال في وجهه نظركم عدد المنتجات اللي غننتجوا عليها في المغرب؟ We can produce all the products. غير ولا نصايبوا لكم كاع البرودوي. Yeah. No need to buy from Malaysia. لا داعي from Morocco. لا داعي انكم تشريوا من ماليزيا ولكن تشريوا من المغرب. The farm in Malaysia only is only about 40 hectares. تقريبا المزرعة اللي في ماليزيا لعلمكم تقريبا المساحة ديالها غير 40 هكتار تقريبا. This farm here is 160 hectares. وهذا المزرعة راه 156 هكتار. The farm in Morocco is 4 times the farm in Malaysia. المزرعة اللي كاينة في المغرب هي 4 المرات المزرعة اللي في ماليزيا.